الخبز على أصوله. يسعد صباحك يا أم سيف. صباح الخير أم سيف. أنت مش بس بتعملي خبز اشتراك، أنت كمان بتعملي قراص العيد. كله من مشتقات العجين، يعني الطحين. ما شاء الله عليك. أهلا وسهلا. حكيتي لي بتهدي بشماغ كمان. بهدي شماغات ما شاء الله. طب أنا اليوم بدي إياك تعلميني أخبز. والله ميت أحلى. تفضلي احكي لي. بسم الله. يعني أم سيف يمكن دار نعمة بتوفر تجربة سياحية لا مش بس السياح، يعني كمان الناس من مختلف محافظات المملكة. أي حد بيجي، أي حد وبحب يأخذ تجربة إنه يخبز بجرب يعني بخوض هالتجربة. الخبز واحدة من هالتجارب الكثيرة العديدة اللي بيقدر يجربوها بدار الممشى. كله من الأرض ومن خيرات هذه الأرض ومن البركة اللي موجودة في هاي البلد ومن إيديكي. الله يسعدك. طيبين يا أم سيف. النشميات اللي موجودين اليوم بدار نعمة فعليا يعني أجواء أكثر من رائعة، وما زلنا مستمرين. نروح نسوي زلابية كمان. يعطيك ألف جديد هون مرادي. مظبوط، صار لي من افتتاح دار نعمة بشهر طعهم ومبيعهم بدار نعمة. يعني أنا لابسة إحدى هاي القطع. نعم. موجودة هون. هلا إحنا طبعاً الفروة هاي المشهورة بالأردن وكل هذا القماش السدو، كمان قماش هو تراديشنال. الترقيع برضو بالسدو ببيته ومجتمعه، ومش شرط الوظيفي يعني للسيدة، كمان إن شغلنا بالبيت والشغل هذا وغيره. هذا الشغل بيتم إنتاجه بالبيوت كمان. بالبيوت يعني إنه المرأة بتقدر تنتج شغلات كثيرة، مش شرط الوظيفي إنها حتى أنا أقدر إني أساعد الرجل وأساعد البيت وأساعد أولادي. لا، إحنا بنقدر بالكروشيه، بالمربيات، بأي مجال بنقدر نشتغل فيه، بقدر بساعد بيساهم في يعني انه ببيته ومجتمعه. فكل سيده لها قدراتها ولها موهبتها، انه ليش تخليها يعني موجوده يعني انه بدون ما تستغلها؟ لا، احنا نستغلها ونعملها ونخرجها للمجتمع حتى نطور من نفسنا ومن اللي حوالينا نساعد. يعني احنا لما نحكي الام معطاءه والسيده معطاءه والمراه الاردنيه قادره انها تنتج وتعطي لهذا المجتمع، احنا اليوم اللي شفناه بدار نعمه هو من نعمه وبركه خير الارض والسيدات العاملات في كل مكان في كل زاوية بدار نعمة حكاية. واليوم أخذنا إلهام لا يعد ولا يحصى من هالصبايا، من هالسيدات، من هالنعمة والبركة اللي إحنا شفناهم اليوم بكافة المحافل. فندعوكم لزيارة بيت نعمة بجرش وسوف، ورح تفهموا علي لما أحكي لكم عن هالروح الحلوة والطيبة في هذا المكان. يسعد صباحكم دار نعمة جرش.